تحت وإيجاد الفرصة. هالاند بياخد ركلة الجزاء، بياخد ركلة الجزاء أمامهم. آدي التدخل في اللقطة اللي فاتت، حكم اللقاء وتشوف الكورة وتشوف طبعا توني أندري فلو. وادي هالاند، أول أهداف هالاند، خلاص فتح الحساب، فتح الحساب وضمن إنه يكون له رصيد أمامنا هنا بأول أهدافه في الدقيقة 35. الوافد الجديد من بيقابل من نص ملعب وتمريرة حلوة قوي. وادي هالاند هي بتاعته، خلاص أمامنا أهو، ادي فتح الحساب في الثاني، يضع الهدف الثاني. وادي امامنا هو، يعني الف هالاند اللي بيسجل في الدقيقه 65. اذا هالاند يبرهن بانه ترجع الكره من دي بروين عاليه، في جول. هو البومبر النرويجي ايرلينغ هالاند السيد اسكندنافي، يذلل النتيجة لفريق السيتي في مباراة كل الجنون. في فودين محاولة عرضية، فرصة نت الأهداف حتى وإن توقفت تعود أكثر قوة، وإن توقفت تعود أكثر قوة. هالاند خطيرة داخل المنطقة، برناردو ينفجر هنا في ملعب الاتحاد. هالاند يسجل الثالث، أسيست، ريمونتادا للسيتي، فشلوا إلى هدف الخامس في هذا الموسم. جدا كرة فيها التمريرة وصلت إلى هالاند، الهاتريك غير معقول. هالاند ينفجر هنا في ملعب الاتحاد ويسجل الهاتريك، الهاتريك الأول إرعادي واستثنائي هذا المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند. فودن подача через рикошет 1-0 12-я минута. Но тут никакой феноменальная статья передачи Фоден Холланд 2-0. Ну как от этого деться? Это неизбежность, понимаете? Это какой-то абсолютный фатализм. Есть отличная передача в штрафную. Стоунс, Холланд. Лишает, безусловно, дара Ри. Или Кевин Де Бройн. Де Бройн би арди. Аллах! فودين دي بروين، خطيرة دي بروين والغول وجول، يفتح الداد وهالاند، أول أهدافه في دوري الأبطال مع المان سيتي. لعبة من فودين لدي بروين ومن دي بروين لهالاند، وهالاند باليسرى يفتح فودين فودين وهالاند وغندوغان وجول الأولى، لأنه سيسجل ثنائيات وثلاثيات ورباعيات. هاتريك وسوبر هارف السيتي اتجاه مرمى الحارس الكسندر مير، عرضية لن نحتفل لكننا سنهلل لهذا الهدف. فول ايرلينغ هالاند يعرف الطريق دائما الى المرمى الاستثنائي امامنا هو قاطر البشريه النرويجي اللي امامنا. الهدف الثاني امامنا هنا في